غناء البجعة. ينساب بجعة صامتة مهيبة بهدوء عبر المياه الساكنة في ضوء الشفق الخافت، وعلى الرغم من إحاطة أقاربها بها، تشعر هذا المخلوق النبيل باقتراب الموت المحتوم. بدافع من غريزة قديمة تتحرك رغبة هجرة أخيرة في روحها، تفارق البجعة القطيع تاركة وراءها أماكن التعشيش المألوفة التي ازدهرت فيها لسنوات لا تحصى. مع كل ضربة قوية لأجنحتها تغامر البجعة في عمق المجهول، مبتعدة عن الوجود المريح لرفيقها وذريتها. تسعى إلى عالم منعزل، ملجأ أخير حيث يمكنها مغادرة هذا العالم بنعمة منفردة. أخيراً، وسط القصب الهمس والأعشاب الطويلة، تجد البجعة حجاب العزلة الذي اختارته. هنا يحيط بها العناق الأخضر للطبيعة، ستقضي ساعاتها المتضائلة بمفردها دون أن يزعجها أحد. هذه الطقوس الغامضة، الفعل الأخير للحكمة الأساسية، سحرت البشرية لقرون. غناء البجعة المؤرق استعارة لهذه الظاهرة الغريبة، يثير الجمال واللوعة لآخر بادرة تحد قبل الصمت الأبدي. يبدو أن البجعة تمتلك وعياً أثيرياً لفنائها في سهرها الانفرادي، ومع انحسار حياتها فإنها تمنح العالم عرضاً أخيراً خلاباً، تصميم رقصي بأناقة إلهية على مسرح الطبيعة الفخم. هنا بعض الحيوانات الأخرى التي تعزل نفسها قبل الموت. الفيلا، كما ذكرنا سابقاً، غالباً ما تترك الفيلة الأكبر سناً قطيعها وتتجول بمفردها عندما تشعر بأن موتها يقترب. يسمى هذا السلوك بالذهاب إلى مقبرة الفيلا. الشمبانزي، لوحظة الشمبانزي وهي تظهر سلوكاً مشابهاً، حيث يفصل الأفراد الأكبر سناً أو المرضى أنفسهم عن مجموعتهم ويجدون مكاناً منعزلاً للموت وحدهم. الغزلان، أفيد بأن بعض أنواع الغزلان مثل الغزلان الحمراء تعزل نفسها وتجد مكاناً مخفياً وهادئاً عندما تكون عجوزة أو مصابة بجروح خطيرة بعيداً عن بقية القطيع. الفقمات، من المعروف أن أفراداً من أنواع الفقمة المعينة، كبار السن أو المرضى أو المصابين، يجرون أنفسهم بعيداً عن مستعمراتها ويجدون مكاناً نائياً على الشاطئ أو الجليد لقضاء أيامهم الأخيرة بمفردهم. البطاريق، على الرغم من عدم توثيقه بشكل جيد، هناك روايات عن انفصال البطاريق المسنة أو المريضة عن مستعمرتها والتجول بمفردها قبل الموت. الدببة، في بعض الحالات يلاحظ أن الدببة ولا سيما الدببة الرمادية تعزل نفسها وتبحث عن عرين أو منطقة معزولة عندما تكون قريبة من الموت. الحيتان والدلافين، تم الإبلاغ عن حالات قليلة من الحيتان والدلافين التي تترك مجموعاتها وتسبح بمفردها عندما تكون عجوزة أو مريضة، ربما بحثاً عن مكان للموت في عزلة. يدفع هذا السلوك برغبة غريزية لتجنب المخاطر أو الاضطرابات المحتملة خلال لحظاتهم الأخيرة، وربما منع انتشار المرض أو جذب الحيوانات المفترسة إلى بقية مجموعتهم الاجتماعية أو قطيعهم. في حين أن الأسباب الدقيقة قد تختلف بين الأنواع، إلا أنها ظاهرة ملحوظة تسلط الضوء على السلوكيات المعقدة والوعي للعديد من الحيوانات.